بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا التسجيل بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نلخص محاضرة Regulatory Agencies and Pharmacoepidemiology، وكالات أو هيئات التنظيمية للأدوية وعلوم انتشار الدواء، أو ما يسمى بدراسة استخدام وتأثيرات الأدوية عند أو في عدد كبير من الناس. طيب، احنا نتكلم في هذه المحاضرة أو في هذا التسجيل أو في هذا الملخص عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى، سنتكلم عن دور الفارماكوإبديمولوجي في الهيئات التنظيمية أو في تنظيم المستحضرات الصيدلانية. النقطة الثانية، سنتكلم عن سكوب اوف فارماكوإبديمولوجي، ما هو نطاق أو مجال الفارماكوإبديمولوجي، يعني في إيش بيشتغل أو ما هي نطاق عمله. أما النقطة الثالثة التي سوف نتكلم عنها، سنتكلم عن أنظمة الإبلاغ عن التيقظ الدوائي التلقائي بعد التسويق، هي الـ Post Marketing Spontaneous Pharmacovigilance Reporting Systems. طيب، النقطة الأولى، Role of Pharmacoepidemiology and Regulatory Agencies. أول حاجة تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الـ Regulatory Agencies، وقلنا الوكالات أو الهيئات التي تنظم أو تضع اللوائح والقوانين وتنفذها للأدوية. ضربنا مثل هنا، مثلا عندنا الهيئة العليا للأدوية، هي التي تشرع القوانين وتشرف على تطبيق هذه القوانين المتعلقة بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية. إذن ما هو الرول الفارماكو إبديولوجي لعلم الضائيات الصيدلاني أو علوم انتشار الأدوية؟ ما دوره في تنظيم الوكالة التنظيمية، يعني في تنظيم المستحضرات الصيدلانية والأدوية؟ إذن يقوم بعدة activities أو عدة أنشطة، الهدف من هذا هو ضمان وصول جمهور الناس أو المرضى إلى أدوية ذات فعالية وذات مأمونية وذات جودة عالية. يبقى الأنشطة التنظيمية بتمر خلال دورة حياة الدواء من بدايته إلى نهايته حتى فيما بعد التسويق، ويبدأ من الفهم، يبدأ من نفهم على أساس دراسات معملية ما هي طريقة عمل الدواء الفارماكولوجيكال أكشن، ثم يمر بمرحلة الدراسات الحيوانية، ثم يدخل إلى الدراسات السريرية وتوفير ريجوليتري مدخلات تنظيمية ومدخلات علمية لبرامج تطوير الدواء. كذلك دوره أو وظيفته في حماية الناس أثناء التجارب السريرية، كذلك ضمان سلامة التصنيع، عمليات التصنيع الجيد للأدوية، كذلك دور الفارماكو إبديمولوجي في مراجعة الملف بالكامل للمنتج أو للدواء على أساس يحصل على الموافقة أو على يحصل على الترخيص لنزول الاستخدام في السوق، كذلك دوره في مراقبة مأمونية الأدوية ما بعد التسويق. هذه سميناها بالرول أوف فارماكو إبديمولوجي، دوره أو وظيفة الفارماكو إبديمولوجي في الهيئات التنظيمية، يعني في الهيئات، والهيئات التنظيمية عبارة عن هيئات مستقلة حكومية تشرف على وضع القوانين وتنفيذها فيما يخص الأدوية. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، الاسكوب اوف فارماكو إبديمولوجي خلال مرحلة أو دورة حياة الأدوية، يعني نطاق عمله أو مجاله، ونتكلم عن سبع نقاط. النقطة الأولى هي assessing the need for medicines، يعني دور الفارماكو إبديمولوجي أو نطاق عمله في تقييم الاحتياج إلى هذا الدواء من خلال الدراسة، تقييم الحاجة للدواء. النقطة الثانية اللي هو بيحدد الفارماكو إبديمولوجي أو مجال نطاق عمله، بيحدد هل الدواء هذا أورفان دراجز، هل هذه من الأدوية اليتيمة، والأدوية اليتيمة احنا قلنا إنها الأدوية التي تستخدم لأمراض نادرة ومحتاجة إلى دعم الهيئات التنظيمية أو تشجيع الهيئات التنظيمية أو عمل حوافز للمصانع على أساس تصنع هذا الأورفان دراجز، الدواء اليتيم الذي يستخدم للرير كونديشن أو الرير ديزيز. لماذا تدعمه؟ بتدعم المصانع، لأن المصانع لو صنعت هذا الدواء يعني بتكلفه مبالغ لا تفي بتكاليف التصنيع، وبذلك الهيئات التنظيمية هذه بتدعم الأورفان دراجز. كذلك الدراسة الفارماكو إبديمولوجي بيحدد هل الدواء هذا يستخدم لمرض نادر من خلال إيش؟ الفارماكو إبديمولوجي، الدراسات علوم انتشار الأدوية. النقطة الثالثة، مجال عمل الفارماكو إبديمولوجي اللي هو التخطيط لبرامج تطوير الدواء، Planning Drug Development Programs، تخطيط لبرامج تطوير الدواء ومن خلال تحقيق معيارين. والمعيار الأول أنه يضمن هذه الفارماكو إبديمولوجي يضمن أنه الدواء هذا يجب أن يستخدم لمرض، والمرض هذا يكون خطير أو مهدد لحياة الناس.
المعيار الثاني أنه يوجد برهان أساسي أو مسبق أو أولي أن هذا الدواء ممكن يظهر ميزة عن الدواء المستخدم أو الموجود حاليا. يعني ليش بيدرس هذا الدواء الجديد؟ على أساس أنه في عنده ميزات أساسية ممكن أنها تفوق، يعني مثلا في الإفكاسي أو في أنه السايد إفكس أقل من الدواء المستخدم حاليا. كذلك النقطة الرابعة من مجال عمل الفارماكوإبيديميولوجي وهو البري أبروفر ريفيو أوف كلينيكال سيفتي داتا، وهي مراجعة ما قبل الموافقة لبيانات السلامة السريرية. يعني أنه فارماكوإبيديميولوجي مع الريجولتوري ايجنسيز بيراجع سلامة البيانات السريرية قبل أن يعطى الدواء الترخيص أو الموافقة للتسويق. ولماذا يعمل له مراجعة؟ لأنه في قصور في limitations في الدراسات ما قبل السريرية، منها قلنا أن السامبل سايز بيكون في الدراسات السريرية ما قبل الترخيص بيكون سمول، يعني يدرس على عينة قليلة من الناس. كذلك أنه يدرس على بكرايتيريا معينة exclusion وinclusion كرايتيريا، معايير التنوين، يعني يدرس على عينة مرضى يوجد عندهم مرض واحد للغرض الذي يدرس من أجله. كذلك لا يدرس في الدراسات السابقة على مرضى بيستخدموا أكثر من دواء، يعني ما فيش concomitant medication، ما فيش استخدام مترافق مع الدواء للمراد الدراسة عليه الجديد. والlimitation القصور الثالث لنتائج ما قبل الموافقة هو أنه قد ربما ما توجد معلومات أو معلومات شحيحة عن كاتيجوريز معينة من الناس مثل الشيلدرين الأطفال أو الإلدرلي كبار السن أو البريغنانسي. لكن في الدراسات ما بعد السريرية بتدرس على لاري بوبوليشن بما فيهم هذه الثلاث الفئات. وكذلك الاسكوب رقم 5 هو البلانينج فور بوست أبروفل ستاديز، يعني الفارماكو إبديمولوجي يشارك في التخطيط لدراسات ما بعد الموافقة. هنا كان البري أبروفل ريفوين، هنا يخطط لدراسات ما بعد الموافقة. والنقطة الخامسة من الأدوار التي يقوم بها الفارماكو إبديمولوجي هو مراقبة السلامة الأدوية ما بعد التسويق، المونيتورينج البوست أبروفل سيفتي. أما النقطة السابعة التي تكون من نطاق عمل الفارماكو إبديمولوجي هي الاسيسينج اكشوال يوز باترن اوف ميديسين، اللي هو تقييم انماط الاستخدام الفعلي للدواء، بمعنى انه قد ربما يكون للدواء اكثر من استخدام، وقد ربما يكون اذا استخدم يعني misused اسيء استخدامه براكتس، او لم يستخدم حسب ما نص عليه الليبل قد ربما تظهر اثار جانبيه. إذا لابد أن احنا نعرف ما هي هذه الآثار أو تأثيرات الدواء التي تظهر في عند إساءة استخدامه أو لم يستخدم بالشكل الصحيح، وبالتالي احنا بنحدد اللي هو أشكال أو أنماط الاستخدام الفعلية للدواء. إذا السبع النقاط هذه هي مجال عمل الفارماكو إبديمولوجي خلال مرحلة حياة الدواء. النقطة الثالثة وهي البوست ماركتينج سبونتينيوس فارماكوفيجيلانس ريبورتينج سيستمز، وهي أنظمة الإبلاغ عن التيقظ الدوائي التلقائي بعد التسويق، بمعنى أنه الفارماكوفيجيلانس اللي هو التيقظ الدوائي يدرس ما بعد التسويق بالتأكيد، وهذا البوست ماركتينج اللي بتعرفه WHO نركز على التعريف، تعريف البوست ماركتينج أو الفارماكوفيجيلانس وهو الأنشطة أو العلوم التي تتعلق باكتشاف وتقييم وفهم ومنع حدوث الآثار الجانبية أو الآثار السلبية أو أي آثار متعلقة أو أي مشاكل متعلقة بالدواء ذات الصلة أو ذات الدراسة. البوست ماركتينج سبونتينيوس البري أبروفل دراج سيفتي أسيسينج اللي هي بتتضمن الأنيمال توكسيكولوجي، الدراسات التجريبية السريرية للفيز 1 الفيز 2 والفيز 3. هنا description لإيش؟ description لما يبلغ عنه، يعني adverse events اللي هي الأحداث السلبية والadverse drug reaction تفاعلات الدواء السلبية. adverse events باختصار هي أي آثار غير مرغوبة للدواء التي تحدث عند استخدام المريض للدواء، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الآثار الجانبية أو الحدث السلبي ظهر بسبب استخدام الدواء. يعني لا توجد عندنا relationship علاقة
سببية تؤكد أن هذا الحدث السلبي بسبب استخدام الدواء. بعكس الأدفيرس دراج رياكشنز هي كل الآثار الضارة أو الغير مرغوب فيها التي تظهر أو متعلقة بأي جرعة للدواء وسميناها بالآثار الجانبية. يبقى هنا في علاقة سببية، يوجد relationship بين استخدام الدواء وظهور الأثر السلبي أو الأثر الضار للدواء. إذن الرياكشنز اللي هي الأدفيرس دراج رياكشنز التفاعل يتميز عن الإيفنتس عن الحدث بأنه توجد هنالك relationship بالمسبب بين استخدام الدواء وظهور الحدث أو الأثار الجانبي. الإيفنت قد ربما تتحول إلى adverse drug reactions إذا وجدت spontaneous report أو تقارير تلقائية أو عفوية. يبقى هنا في الإيفنت لا تظهر العلاقة بين أو العلاقة بين الحدث أو ظهور الأثر الجانبي والمسبب، سواء كان غير معروف السبب أو لم يعلن هذا السبب. المهم في الأدفيرس إيفنس والأدفيرس دراج رياكشن أنه الإيفنس لا توجد عندنا علاقة سببية بين استخدام الدواء وظهور الأثر الجانبي، بينما الأدفيرس دراج رياكشن توجد. إذن الأدفيرس دراج رياكشن هو عبارة عن أو مجموعة فرعية من الأدفيرس إيفنس. الكونسيبت سبونتينيوس ذكرناه أنه ليش بنقول إحنا سبونتينيوس؟ سبونتينيوس لأنه الذي كتب التقرير ابتداء، الذي كتب التقرير التلقائي أو الطوعي أو العفوي عنده حرية اختيار ماذا يكتب من حدث، هل ظهر نوزيا أو فومنتينج يعني حاجة، يبقى هو المخول بكتابة الحدث. هنا السبونتينيوس ريبورتس التقارير التلقائية والتقارير المطلوبة. التقارير التلقائية ذكرناها، أما التقارير المطلوبة يعني أن الآثار الجانبية والآثار السلبية موجودة في دراسات منشورة، بعكس السبونتينيوس لم توجد دراسات تذكر هذه الأدفيرس دراج رياكشن أو الأدفيرس إيفنس، بينما سوليسايتد ريبورتس التقارير المطلوبة قد ربما نستخلصها ونحللها أو نلخصها من تجارب سريرية سابقة أو من سجلات طبية أو من برامج يستخدمها البيشنت أو من برامج إدارة الدواء ودعم المريض أو حتى من السيرفي من مسوحات أو بحوثات يقوم بها الباحثين من البيشنتس أو من الهيلث كير بروفايدرز. إذن هذا هو ملخص المحاضرة، ثلاث نقاط: الرول أوف فارماكو إبديمولوجي والسكوب أوف فارماكو إبديمولوجي في سبع نقاط، وكذلك السبونتينيوس ريبورس أو البوست ماركت سبونتينيوس ريبورس فارماكوفيجيلانس. أتمنى إن شاء الله أن يكون الملخص هذا مفهوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.